والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحه يا رب العالمين. النهارده هنعملوا مع بعض الباميه الويكه. هعملها دوت حوالي كيلو. انا هعمله مش هعمله يعني هطبخه، لا انا هحتفظ بيه في الفريزر الوقت اللي مش عن يعني مش موجود في السوق الباميه، بلاقي موجود عندي الباميه. طبعا ده كيلو انا مش هفرزه هو بس، لا انا كل ما الاقيها حلوه قدام مني بجيبه وبفرزه. بس يا ريت يعني ما تطولوش عن شهر 7، اخر 7 كده هو تكونوا يكون اي حد بيفرز باميه سوى ويك او باميه طبيخ يكون مفرزها باذن الله. بعد كده بتبدا الباميه اللي هي تدود بتيجي فيها دوده او سوسه فبتبقى مش مستحبه، فيا ريت اللي يحب يفرز يفرز في الوقت دوت كده بيبقى جميل جدا جدا. طبعا الباميه بتاعتي خضره وجميله وطازه وفي منتهى الجمال. انا بحب الباميه اللي هي البلدي دي اللي هي الفلاحي، بتبقى اللي هي فيها البطه الحمراء دي بتبقى طعمها جميل جدا جدا في الطبيخ. طبعا غسلتها ونشفتها كويس جدا عشان وانا بخرطها ما تمزلقش معايا كده واحس ان هي مزلقه. هنحفظها بطريقه جميله، هتفضل خضره معانا طول السنه. الوقت اللي مش فيه باميه بنطلعها وبنلاقيها زي الفل وخضارها جميل جدا جدا. انا همسكها دلوقتي اخرطها. طبعا الخرط اللي تعجبك خرطيها بالشكل ده كده اهو، هي كده كده يعني بتتسلق وبتتضرب بالهاند بلندر، فخرط كده انا بحب اخرطها رفيعه مش بحب اخرطها اضخم من كده، بتستوى معايا بسرعه اهو بالشكل ده كده. ما تخرطهاش اكتر من كده عشان ما تغيبش معاكي، اضخم من كده عشان ما تغيبش معاكي في السوا. هخرط مع هخرط الكيلو ده طبعا عشان ما اطولش عليكم، وهنرجع مع بعض باذن الله بعض بالشكل ده كده، خرط متساويه بحيث انها تستوى كلها مع بعضها. ومعايا هنا ذره كربوناتو، يلا بينا بقى نتنقل للبوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه. نسمي الله كده، لازم اي حاجه نعملها نسمي الله كده. هنا معايا حوالي كوبايه ميه. كوبايه الميه دي بتغلي، انا هنزل بقى على هنزل بالباميه بتاعتي مش هكتر في الميه. وهنا ذره البيكربونات الصوديوم، ابدا بقى اقلب الباميه بتاعتي كويس جدا. انا هنا مش هكتر الميه لاني هحتفظ بالميه دي مع الباميه في قلب الكيس، في قلب الكيس اللي انا هشيل فيه الباميه. انا الباميه دي مش هصفيها، مجرد اللي انا بس هنقلها في حاجه تانية اول ما تدي غلوه بسيطه كده، يا دوب ايه ابردها بس عشان لو حطيتها تحت الحنفية هبص الاقي انا عايزة البامية المزلقة اللي هي في البامية دي تكون موجودة فيها، بالذات البامية الويكة عشان لو مسكتها غسلتها هتبقى خفيفة جدا جدا، مش هيبقى فيها المطة الحلوة بتاعت البامية والطعم الجميل. هي يدوب دقيقتين كمان وهطفي عليها، خضرها جميل جدا جدا عشان انا حاطة البيكربونات الصوديوم، بتحتفظ باللون بتاعها بتعدي السنة وهي زي ما هي كده معايا. الطريقة دي احسن ما تشيلي البامية وهي متخرطة كده بس، بتغمق معاكي، اما الطريقة دي بتبقى حلوة قوي قوي. ثواني كده وهطفي عليها. الطريقة دي بجد هتعجبك جدا جدا لما تعملي بيها البامية الويكة وتطلعيها بعد فترة كده طويلة بعد كام شهر هتلاقيها زي ما هي. تنسينيش بقى اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد بإذن الله. وطبعا لايك. انا كده خلاص استوت تمام، هسيبها بقى تبرد خالص خالص، يعني لازم تبقى باردة. انا هنقلها في حاجة واسعة كده هو
بحيث تبرد معايا بسرعة. تبرد وهنرجع مع بعض بإذن الله. وخضارها جميل جدا جدا، الخضار اللي احنا شايفينه ده هيفضل معانا لغاية اخر كيس هنطلعه، يعني ممكن سنة كده وهتلاقي الخضار ده زي ما هو. ابدأ بقى اعبيها اهي بالشكل ده كده حسب الكمية بقى اللي انت عايزاها. طبعا لازم تحتفظي بيها في اكياس مش في علبة، عشان تبقى الكيسة يدوب على قد ايه الطبخة. اهو بالشكل ده كده، طبعا تقيلة وجميلة لاني انا ما صفيتهاش، يعني انا احتفظت بكل حاجة فيها. طبعا البامية دي فيها كالسيوم عالي عالي جدا جدا للجسم، يعني فيها نسبة كالسيوم عالية قوي بالشكل ده كده. هي كده بردت، ما ينفعش اعبيها وهي سخنه. الطريقه دي بجد جربيها حلوه جدا، بتحتفظ لك بلون الباميه لغايه اخر كيس زي ما قلت لك، بتفضل حلوه بجد وطعمها وريحتها حلوه قوي قوي. انا كده عملت الكيلو 4 اكياس، يعني الكيس حوالي ربع كيلو بالظبط. تعالى انت مظلوم شوية، حاسة الدنيا قليلة فيه. وبعدين التخزين اي خضار بيبقى حلو قوي قوي بجد، بحيث بيبقى عندك طول السنة. اجي بقى كده خلاص اخر كيس، ابدا افضيه كده بالراحه. تمام قوي كده بالشكل ده، لازم بقى اطلع الهواء خالص منه كده. خضرها جميل جدا جدا. قص بقى زيادة عشان ما يخش معايا مكان كتير في الليزر، بس اهم حاجة افرغ الهواء. بجد انا من هواية تفريز اي حاجة، انا بحب اي حاجة، بس مش اي حاجة ان هي تتفرز. يعني بصراحة البامية بحس الملوخية بحس ان هي مش زي الفريش خالص، فالحاجة الوحيدة اللي مش بفرزها هي الملوخية. جربتها حتى اللي بتشتريها من بره مش بتبقى زي ما تجيبيها فريش كده طازة وتكوني لسه خرطاها بالمخرطة، مش بتبقى. يعني الملوخية هي الحاجة الوحيدة اللي ما فرزتهاش بصراحة، اما كل حاجة بتتفرز عادي ما فيهاش اي مشكلة. وبرضو الخضروات الورقية مش بحطها في الفريزر، بحس برضو مش زي الطازة. ففي حاجات طبعا الملوخية من ضمن الخضروات الورقية، في حاجات مش بتنفع ان هي تتفرز وتقعد معاكي في الفريزر، وفي حاجات بتبقى بتعمليها تفرزيها بتبقى زي ما هي، يعني بتطلعيها بتبقى طازة. اهو كده عملنا كيلو البامية بالشكل ده كده. الخضار اللي احنا شايفينه دوا مش هيتغير معايا بالطريقة دي. يا رب طريقتي في تفريز البامية تعجبك، ان شاء الله تعمليها بالطريقة دي. تنسيش بقى الاشتراك واللايك وكومنت حلو كده هوت للبيت السعيد مع حنان. ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك، هتعجبك جدا جدا، وهتلاقي طعمها حلو قوي، مش هيتغير معاكي ولا اللون ولا الطعم بالطريقه دي، جميله بجد. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام.